بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي في درس جديد من دروس الفيزياء والمتعلقة بالفصل الخامس البصريات الفيزيائية. في الدرس الماضي تكلمنا عن التداخل وأنواع التداخل، وقسمنا التداخل إلى قسمين. القسم الأول كان التداخل البناء، والناتج كان عن هدب مضيئة، أي تكون يعني ملونة وبنفس لون الضوء المستعمل. يعني إذا كان الضوء الساقط على أو يعني الضوء المستعمل ضوء أبيض، راح يكون الهدب المضيء بلون أبيض، أو إذا كان الضوء الساقط لون أخضر فراح يكون الضوء بلون ضوء الهدب بلون أخضر. وتحدثنا عن التداخل الإتلافي أو التداخل الهدام، وقلنا أنه هذا النوع من أنواع التداخل يكون بشكل أسود، يعني منطقة مظلمة معتمة، خلينا نبتعد عنها، تكون منطقة مظلمة بسبب تداخل الموجات في هذه النقطة، تداخل إتلافي. وذكرنا قوانين الخاصة بكل يعني نوع من أنواع التداخل. إذا نتذكر بالنسبة للتداخل البناء، كان فرق المسار البصري هو يساوي لنا M في لامدا، M اللي هو كان رتبة الهدب، ولامدا الطول الموجي. وبالنسبة للتداخل الإتلافي كان دلتا L فرق المسار البصري يساوي لي M زائد نصف في لامدا. هذا ما يخص قوانين التداخل. بعدين أخذنا موضوع تجربة يونغ، وحقيقة تجربة يونغ من الأشياء المهمة في هذا الفصل. أولا من حيث الفائدة العملية، من حيث الفائدة العملية للتجربة، وقدرنا نثبت في المحاضرة السابقة يونغ أثبت الطبيعة الموجية للضوء عن طريق حساب الطول الموجي. شلون أثبت الطبيعة الموجية؟ أثبت أنه إذا سقط ضوء صادر من مصدر متشاكه، سواء كأسا احنا عندنا بتجربة يونغ شقين، هنا بعد ما أصبح هذا تعرفون مصدر ضوء أحادي الطول الموجي، يعني يحتوي على لون واحد، هنا هذا المصدر الأول، هذا شق بحاجز، شق ضيق، وهنا بالهاي الثانية تحتوي على شقين. هنا الموجات الأسطوانية، الموجات اللي ذكرناها، احنا قلنا الموجات اللي تصدر من الأس يعني من المصدر الأول تكون موجات أسطوانية، من توصل وتكون هذه قلنا عليها سميناها جبهة الموجة، جبهة الموجة، جميع جبهة الموجة، جبهة الموجة الضوئية، يعني شنو؟ تكون جميع نقاطها بطور واحد، يعني الضوء الواصل للأسوان بنفس طور الضوء الواصل إلى الأستو. يعني بعد ما تخرج الموجات الضوئية من المصدر الأول، والموجات الضوئية من المصدر الثاني راح تكون موجات متشاكية. بعد خروج الضوء من المصدر الأول والثاني راح تكون الموجات متشاكية. راح يحصل التداخل، وين راح يحصل التداخل؟ وأميز التداخل راح يحصل على الشاشة. هاي الشاشة تبعد L، مسافة L طبعا هو مقدرة بالمتر، بينما هنا البعد بين الشقين، الشق الأول والثاني، سميته أني دي، ويقاس بوحدات المليمتر، لأنه دائما يكون صغير المقدار، يعني البعد بين الأسوان والأستو دائما جدا صغير، كل يعني جدا صغير، فلهذا يقاس بوحدات المليمتر. زين، هنا قلنا راح تصير عندي أشياء على الشاشة، تظهر أشياء. الشيء الأول دائما
أولا يكون الهدب المركزي يعني الرتبة مالته ام صفر، مضيء دائما يكون مضيء دائما ولونه بنفس لون المصدر المستعمل. هذا المصدر المستعمل مصدر الضوء المستعمل لونه أخضر، راح يطلع الهدب المركزي أخضر. بعد الهدب المركزي راح تطلع عندي مناطق مظلمة على جانبي الهدب المركزي. هسه إذا افترضت أنا هذا الضوء أزرق، راح يطلع عندي هنا أنا أزرق، هنا أنا أزرق، هسه بعدين أسود بأسود وهالشكل. هذا أميزه، هذا هنا أنا الهدب المركزي. بعدين يجي المظلم الأول، هذا المضيء الأول، وهنا أنا أيضا هذا المضيء الأول، بينما الأسود الأسود يسمى مظلم، مظلم أول، هنا أنا أيضا يعني من الصفحتين. هذا طبعا إذا افترضنا أنه هذه هي نقطة الصفر، هاي نقطة الصفر، فهذا محور واي الموجب وهنا محور واي السالب. يعني المضيء الأول بالمحور واي الموجب راح يكون بعده عن المركزي نفس بعد المضيء الأول ما يكون بالسالب، نفس البعد، لكن هنا لأنه سالب واي راح تكون الإشارة سالبة، وبالتالي يعني احنا نختصر. عندنا مثال على هذا الحالة يختصر بحيث تطلع القيمة أيضا البعد بالموجب. هاي أول نقطة. اثنين قلنا تنشأ مناطق مضيئة ومناطق مظلمة على جانبي الهدب المركزي. هذه ظهرت عندنا مناطق مضيئة ومناطق مظلمة. اللي الخط اللي يكون أسود هذا منطقة مظلمة، والخط اللي باللون الأزرق هاي المنطقة المضيئة. ثلاثة وهاي جدا مهمة، هذه نقطة مهمة. ثلاثة يعتمد نوع التداخل في نقطة معينة على الشاشة على. يعني شنو هذا الكاي الكلمة؟ هذه هسه هنا هاي الشاشة وهاي النقاط، هاي النقطة P1 P2 P3 إلى آخره. هنا نوع التداخل اللي صار بناء لو مضيء بناء لو مظلم، يعني مضيء العفو بناء لو اتلافي، مضيء لو مظلمة، هذا علي من يحدد لي انه بهاي النقطة راح يصير تداخل بناء؟ من اللي راح يحدد لي بهاي النقطة راح يصير تداخل اتلافي؟ اللي راح يحدد لي فرق المسار، يعتمد على فرق المسار البصري بين الموجتين، يا موجتين الصادرتين عن المصادر الثانوية اللي هنا مننا اللي هنا S1 و S2. هو هذا المصدر، بس هذني راح يعتبر المصادر ثانوية يبث الموجات بنفس الطور. فبالتالي يعني إذا نجي نلاحظ طبعا البعد بين S و S1 يساوي للبعد بين S و S2، فلهذا يعني هاي صايرة منتصف المسافة بيناتهم. كذلك الحال إذا جينا على الهدب المركزي راح نشوف هاي هذا L1، الموجة اللي خارجة من S1 ورايح للهدب المركزي بهاي اللحظة راح يساون L1 و L2، لأنه يعني البعد من S1 إلى الهدب المركزي يساوي البعد طول المسار البصري من S2 إلى. ولهذا يعني هسه من أجي أقول دلتا L، أنا أعرف دلتا L هي L2 ناقص L1، بهاي الحالة L2 تساوي L1، يعني فرق المسار البصري ايش قد راح يساوي؟ صفر. وإحنا أخذنا شرط من شروط التداخل
البناء، أما يكون فرق المسار البصري صفر أو أعداد صحيحة من الطول الموجي. أنا طلع عندي فرق المسار صفر، إذن بهاي النقطة داخل بناء. أكمل بعد هاي النقطة رح يصير عندي، تجي عندي شعاع ثاني، خلي افترضها هذه، هاي المقطعة، هاي المقطعة، هاي L L1 صادرة من الأول، لكن اللي جاي من ال... اللي جاي من S2 تقطع هاي، يعني ال L2، هذه ال L2 راح تكون أكبر من L1، يعني هاي إذا مد خط على استقامته أكو، شوفوا هاي زيادة، هاي الدلتا L، فهنا راح يختلف بهاي، شو هسه هاي النقطة مركزي مضيئة، بعدها راح يجي مظلم لأنه فرق المسار البصري أقل من عدها، فراح يكون مظلم بنص بنص. بعد هذا أنا رحت على البناء، فشوف المسافة، المسار البصري للشعاع الصادر من الأسوان إلى النقطة B2 يكون أقصر من الشعاع أو المسار البصري اللي خارج من الأس2 إلى هذه النقطة B2، فلهذا راح دائما كل نقطة على الشاشة يحددها فرق المسار البصري بين الموجتين اللي صادرات من S1 و S2. إذن ضروري تعرف عزيز الطالب أن نوع التداخل اللي يظهر على الشاشة يحدد ليها فرق المسار البصري بين الموجتين. هذا أهم يعني ما موجود بتجربة يونغ. قبل ما نتحدث بالموضوع الجديد، يقول ماذا يحصل لو كان الضوء، احنا هذا من صفات يعني حتى تنجح عندي تجربة يونغ، حتى تصير عندي تجربة يونغ ناجحة بشروط، واحنا عددناها ذيك المحاضرة او في المحاضرة السابقة ذكرنا الشروط اللازم توفرها حتى تصير عندي تجربة يونغ صحيحة وتطلع عندي هدوء التداخل واضح على الشاشة. اول شرط كان عندي شوف الشروط هاخذها على التجربة، هيك احفظها الشروط، شلون تعرفها؟ ارسم التجربة وراح تعرف شنو هي الشروط. اول شرط يكون الضوء المستعمل شبيه احاد الطول الموجي، يعني يحتوي على طول موجي واحد، يعني لون واحد، هذا اولا. اثنين، المسافة بين S و S1 تساوي المسافة بين S S2. شنو السبب؟ حتى هنا يصير عندي ظاهرة يسموها ظاهرة الحيود، ولو هي ظاهرة الحيود مو هذا معناها، لكن لو ما موجود S1 أو لو S1 هذا S أو هذني S1 والS2 كانت ثقوب مو شخط، يعني احنا بالمحاضرة السابقة قلنا انه هاي الاس 1 والاس 2 هي عبارة عن شق خدش، شلون انا اقدر اسوي فد خدش بسكينة او موس، خدش ناعم يكون كلش رفيع، هذا هو الاس 1 والاس 2. انا هنا يعني شوي يعني اكبر لغرض الفهم ولغرض فهم التجربة، يكون اس 1 واس 2 بشكل خطوط رفيعة، شق ضيق ضيق جدا، هاي اثنين. المسافة، شوف الشرط الثالث حتى تتحقق عند تجربة يونغ، قلنا هذا الأول والثاني، خذني شقوق مو ثقوب. المسافة بين S1 و S2 D مسافة صغيرة جدا بالمقارنة مع المسافة بين الشقين والشاشة، يعني دائما يكون D البعد بين شقي يونغ اصغر بكثير، هاي يعني من هذني العلامتين، يعني معناتها هذا الدي اصغر بكثير من بعد الشاشه عن الشقين. هذه تقاس بالامتار وهذه تقاس بوحدات المليمتر، هاي اثنين او ثلاثه. واخيرا الشاشه تبعد مسافه ال مقدره بالمتر عن الشقين. بهاي الحالة يلا تصير عندي تجربة يونغ تجربة صحيحة. أما غير هذا يعني إذا أخذ هنا هذه الشقوق ثقوب كبيرة ما راح تظهر. إحنا قلنا هنا إذا نلاحظ هذا حاجز
حاجز يعني شلون الظل؟ هذا الحاجز، اي حاجز محتم، اي حاجز محتم. احنا الاجسام تنقسم بالنسبه للشفافيه الى شفافه ومحتمه وشبه شفافه. المحتمه تخلف وراها ظل، تخلف وراها ظل. هذا عندي هنا جسم محتم وقبله ضوء صادر، لكن من اجي اشوف الهدوء المركزي مضيئه. السبب بسبب حيود الضوء. من يمر الضوء من شاق راح يعني يغير اتجاهه، فبسبب هذا التغير بسبب الحيود صار عندي الهدب المركزي هدب ومضيء. يعني هاي تجربة يونغ فندت آراء نيوتن. نيوتن قال أن للضوء طبيعة جسيمية، ذكر نيوتن وعج العالم يعني فترة نيوتن أنه للضوء صفة جسيمية، يعني عبارة عن جسيمات، موجات تسير بخطوط مستقيمة بشكل جسيمات، وانطانا ظاهرة تكوين الظل بين الشمس والقمر والأرض، تكوين الظلال، عندنا بقية الظواهر الأخرى. اجي هايكنز بعد هذه الفترة قال لا، الضوء إلى طبيعة موجية، لكن ما حد ما صدق هايكنز إلى حد ما اجي توماس يونغ وأثبت بتجربته الصفة الموجية للضوء. احنا عندنا الموجات إلها يعني إلها مميزات وإلها ظواهر، يلا هاي أسميها موجة. من هاي الظواهر التداخل، من الظواهر الحيود. بعد محاضرة أو اليوم نعرف أنه للموجات ظاهرة الاستقطاب والاستطارة، هاي كلها ظواهر تأيد السلوك الموجي للضوء. فيونغ بتجربته هذه أنطى الهايكنز فالدفعة قوية، بحيث أنه كلامك اللي قلته قبل ما أشوف التجربة أو قبل ما يعني أنشئ التجربة كلام جدا صحيح، أن الضوء هو طبيعة موجية، وفند بهذا آراء نيوتن. ما فندها 100%، لأن يعني إحنا راح نأخذ بعد فصل قادم السلوك المزدوج للضوء. يعني الضوء يسلك سلوكين، سلوك مزدوج، العفو، سلوك جسيمي عبارة عن فوتونات أو عبارة عن دقائق، والسلوك الموجي. لكن السلوكين مو اثنيناتهم يصيرون بنفس اللحظة. لو السلوك الجسيمي يطغي على السلوك الموجي، أو السلوك الموجي يطغي على السلوك الجسيمي، بحيث تظهر عندي صفة واحدة للضوء بالتجربة الفعلية. هذا ما أخذناه بالمحاضرة السابقة. بعدين ردنا نحسب بعد الهدب المظلم أو الهدب المضيء عن المركزي. يعني إيش قد المسافة من المضيء الأول للمركزي؟ إيش قد المسافة من المظلم العاشر إلى الهدب المركزي؟ المسافة هذا واي، إحنا اتفقنا هذا محور واي. فإذا نجي نرسم هنا فد رسم بين شقي يونغ، هاي راح اعتبرها الشاشة، هذه الشاشة هنا، وهنا الشقين، هذا خل افترض الحاجز الاول وهذا افترض الحاجز او الشق الثاني. هنا احنا افترضنا هذا ال L1 وهذا هو ال L2. وش عندي؟ عندي مثلث آخر، هذا الأزرق، هذا أيضا مثلث آخر، طبعا هاي الثيتا، عندي هاي الثيتا. هاي النقطة اللي صار بها التداخل راح أسميها مثلا بي. طبعا وأنت تعرف المسافة بين شقي هاي S2 هاي S1، المسافة بين الشقين هي هاي L وتقاس بالمتر، وتعرف أيضا المسافة من S1 إلى S2 أسميها
دي وتقاس بوحدات المليمتر. اليوم شغلتي اريد احسب البعد. هذا الهدب المركزي، هذا هنا الهدب المركزي. وظيفتي اليوم ابين ايش قد يبعد الهدب المركزي عن الهدب المضيء مره، ومره ثانيه احسب ايش قد المسافه او البعد بين الهدب المظلم والهدب المركزي. هنا راح تتكون اهداب حسب هاي النقطه. انا ما اعرف شنو نوع، لكن اكو عده نقاط، مره مضيئه مره مظلمه، مره مضيئه مره مظلمه، الى حد يعني من هذا الطرف طرف الموجب لواي ومن الطرف السالب لواي ايضا نفس الشيء. احنا اخذنا، اذا نجي نتذكر شروطنا قبل ما ندرس هاي المثلثات، اخذنا للتداخل البناء دلتا ال يساوي لي ام لمدا، هذا علما للتداخل البناء. وللتداخل الاتلافي دلتا ال يساوي لنا ام زائد نصف لمدا للتداخل الاتلافي. انا ايش راح اجي اسوي؟ راح اطلع قيمه واي ايش قد، شنو قانونها واي، بس بدلاله من؟ بدلاله الام. انا ليش انا بدلاله الام؟ لان انا عندي بالسؤال راح ينطيني طول موجه، راح ينطيني رتبه الهدب. يعني هسه هنا هذا الهدب المركزي، ورا راح يجي مظلم اول، يعني الام مالته واحد، وراح يجي مضيء اول رتبته ايضا، بس للمضيء واحد وللمظلم واحد. هي صح الواحد، بس للمضيء لها قانون وللمظلم لها قانون. مين راح استنتجها من هاي العلاقات؟ يعني راح اشيل دلتا ال اخلي مكانها علاقات من هذا المثلث. هسه راح نجي ناخذها بالتفصيل، احنا ذكرناها هذيك المحاضره، لكن جدا مهم واحد يعرف شلون تشتق هذه العلاقات. بالنسبه راح اخذ للتداخل البناء، قبل ما ابدا للتداخل البناء ايش عندي؟ عندي اكو فرق بالطول مبين واضح. هاي المسافة من هنا لهنا تساوي المسافة من هنا لهنا، إذا هاي المسافة من هنا لهنا خليها باللون الأسود، هاي زيادة بالطول. يعني الموجة الثانية تقطع مسار إضافي عن الموجة الأولى بمقدار دلتا L. يعني أنا مثلا أريد أعرف إيش قد فرق الطول، إيش أقول؟ أقول L2 ناقص L1. ايش قد الفرق؟ هذا هو الزياده، مقدار الزياده، واحنا نسمي الزياده دلتا ال. زين، اذا اجيت وخليت كونت لي مثلث، هاي الزاويه مال المثلث الازرق الثيتا تساوي هاي هذه الزاويه. انا ليش سويت لي مثلث؟ حتى من هذا الدلتا ال اقدر اشوف شنو القوانين، بحيث اشيل هذا الدلتا ال واخلي عنها ما يساويها. حلو. اذا من هذا المثلث، قائم الزاويه الوتر مالته البعد بين الشقين. اذا تلاحظ هذا المثلث، هذا هنا أنا قائم الزاويه، هنا أنا هاي 90 بالضلع الاول، وهذا الوتر وهذا الضلع الثاني. انا عندي الوتر وعندي الدلتا ال، يا دال يعني يا دال من الدوال المثلثيه اكو فد رابط بين المقابل للزاويه والوتر. اكيد انت راح تعرفها، هي داله الساين. يعني ساين ثيتا من هذا المثلث الاسود، خلينا نسميه هذا اسود، تصير كله اسود بعد. هذا المثلث الاسود، من المثلث الاسود نجد ان ساين ثيتا يساوي المقابل دلتا ال على شنو؟ على البعد بين الشقين. أنا ما أريد ساين ثيتا، أريد الدلتا ال، فمن هذا دلتا ال شو يساوي؟ دي ساين ثيتا. زين، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي للتداخل البناء بمكان دلتا ال راح أخلي دي ساين ثيتا. دي ساين ثيتا يساوي ام لمدا. هاي علما المعادلة الأولى للتداخل البناء.
واذا اجي اعوض عن دلتا ار دي ساين ثيتا بقانون الاتلافي هم راح يصير عندي دي ساين ثيتا شو يساوي لي؟ يساوي لي ام زائد نصف طبعا بين قوسين يعني اللمدا مضروبه بالنص وبالام يعني اول شيء تجمع مقدار الام ويا النص يلا تضربها في الطول الموجي. هاي المعادله الثانيه للتداخل الهدام او التداخل الاتلافي. تسويت لنا هسه معادلتين، المعادله الاولى للتداخل البناء والمعادله الثانيه للتداخل الاتلافي، وهذا شيء يعني مقبول. لكن انت قبل ما تبدي هاي العلاقات ايش قلت لي؟ قلت لي انا اريد احسب ايش قد يبعد الهدب المضي، يعني هذا الهدب المضي الشرط مالته هذا ايش قد يبعد عن الهدب المركزي واي؟ وين هنا اكو واي؟ انطيني الواي. انت مو قلت اريد احسب البعد الهدب المضي عن المركزي والمظلم عن المركزي؟ جيد، هنا لحد هسه ماكو واي، هسه راح نجي نشوف. من المثلث الازرق؟ هذا المثلث الازرق. هذا هو المثلث الازرق. ايش بيه؟ بيه زاويه وبمقابل الزاويه اللي انا اريد احسبه، مقابل الزاويه هو المطلوب حسابه، وبيه مجاور، وتر هذا ما بيه، يعني هذا ما عندي شنو قيمه الوتر. زين. مجاور الزاويه هو ال، المسافه بين الشقين والشاشه، والمقابل الزاويه هذه هو الواي اللي انا اريد احسابه. زين، بما ان يعني هسه حصلت لي على فد مخرج لحساب الواي، بما ان ساين ثيتا يساوي واي، عفوا هذا مقابل وهذا مجاور، يا دالة للمثلثيه بها مقابل على المجاور، قانون التان. اذا هذه خاصة بالتان، بما أن تان ثيتا يساوي واي على ال، واي على ال، آسف، تان ثيتا يساوي واي على ال مو ساين، لأن هذه بيها مقابل ومجاور، أنا أعرف التان هو المقابل على المجاور، يعني واي على ال. زين، هذه شرحت؟ زين هذه تان، هنا أنا ساين، شلون أقدر أعوض؟ ما أقدر أعوض إلا بحالة واحدة. اكو قانون للزوايا من الرياضيات للزوايا الصغيرة جدا، طبعا بحدود 5 إلى 7 درجات، تصح هاي العلاقة، ساين ثيتا يكافئ او يعني يساوي تقريبا او يكافئ تان ثيتا. زين، اذا هسه ما اقدر اقول بما انه تان ثيتا يساوي لي واي على ال، إذن ساين ثيتا يساوي لي واي على ال، هاي من هاي العلاقه الرياضيه. بما انه تان ثيتا هو يساوي لي واي على ال، طلعته من القانون اللي موجود عندي بتجربه يونغ. ومن الرياضيات يقولون الساين يساوي التان اذا كانت الزاويه صغيره، إذن شيء تلقائي الساين يساوي لي واي على ال. من هذه العلاقه اقدر اعوض، اقدر اعوض كل ساين بواي على ال في قانون التداخل البناء لحساب ايش قد يبعد التداخل يعني الهدب المضيء عن المظلم، واذا عوضها قانون الاتلافي راح اعرف ايش قد يبعد الهدب المظلم عن الهدب المركزي.